كونسومي تونسي استهلك تونسي هاشتاك 919 من عام ونص. الهدف برانسيبال نتاعو اللي احنا نشجعوا على المنتوج التونسي وأولوية الاستهلاك المحلي. الحكاية مشيت هكاكا وطلع على هاشتاك 619 والعباد بدات تتبع وتشري كان في القضية التونسية ولينا نفرقوا ما بين منتوج تونسي ومنتوج مش تونسي. بعد جات الكورونا خرجنا للشارع كيما برشا شباب، تنقلنا على كامل الولايات، من وقتها نعملوا في ديزاكسيون كبار، خذينا اون شارج عائلات كسوسوا في تحسين مسكن والا في تبديل وضعيه ولا في مورد رزق والا زيد خذينا اكسيون عمناول في الكورونا معناها بريود الكونفينمون الحاجه الصحيه الشامل، خذينا 17000 عائله اون شارج على كامل تراب الجمهوريه. كيدينا ام حبيبه كيفاش فرحت بينا وتزغرت وكذا، معناها حاجه هذه بصراحه الواحد ما يلقى ما يقول، معناها ديزيموسيون برشا برشا محلاهم.